بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين: فإنا نؤمن بأن الله تعالى له عين وله أعين، كما قال: نؤمن أن له روحا، كما قال: ونفخت فيه من روحي، وله نفس، كما قال: ويحذركم الله نفسه، وله يد، كما قال: يد الله فوق أيديهم، وله أيدي، كما قال: والسماء بنيناها بأيد، وله وجه، كما قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، وما أشبه ذلك من الصفات التي هي فينا جوارح وأعضاء، فإن من أنكر شيئا منها فقد أنكر القرآن العظيم فيكفر. نسأل الله العفو والعافية، لكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأنه فوق العقول، فوق الأوهام، فوق الذكاء، ليس كمثله شيء. ما أثنى عبد على ربه بمثل ثنائه على نفسه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والحق أن صفات الله تعالى كلها الواردة في القرآن كلام قديم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم متشابهة، لا يعلم المراد من معناها القديم، وهي فينا مسمى بأسماء القوى الروحانية كالقدرة والإرادة والعلم والحياة ونحو ذلك، بأسماء الأعضاء الجسمانية كاليد والوجه ونحو ذلك. وبعض الجهلة يطلق المتشابه على ما كان من أسماء الأعضاء دون ما كان من أسماء القوى، فكأنه فهم معنى القدرة الأزلية مثلاً، والإرادة الأزلية، والعلم الأزلي، وهيهات هيهات أن ندرك القديم المحدثون، القديم مفعول به مقدم، المحدثون فاعل مؤخر، يعني البشر، نحن محدثون، نحن لا نفهم حقيقة صفات مولانا جل جلاله، لكن نؤمن بها كما أتت في القرآن الكريم. وبعض الجهلة يطلق المتشابه على ما كان من أسماء الأعضاء دون ما كان من أسماء القوى، فكأنه فهم معنى القدرة الأزلية مثلا، والإرادة الأزلية، والعلم الأزلي، وهيهات هيهات أن ندرك القديم المحدثون ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نسأل الله العفو والعافية. آمين. ولا يؤمن بالله إلا وهم مشركون، أي آية قرآنية. نعم. ما أعرف حكمي أو شيء، يعني إلزم الأدب نسيت سكمالته، وصلى الله على سيدنا